السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أحييكم أيها الأحباب من هنا من طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة على صاحبها وساكنها ومنورها أفضل الصلاة وتم التسليم، متوجهون بأمر الله عز وجل في هذا اليوم الجميل يوم السبت الواقع في 26 من شهر جمادى الآخر لعام 1443 من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2022 ميلادية. ذكرنا لكم أننا متوجهون بأمر الله عز وجل إلى مسجد قباء لنكسب سنة الصلاة في مسجد قباء في يوم السبت، وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. ولا يخفى على شريف علمكم ما في الصلاة بمسجد قباء من الأجور العظيمة، فقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، في بعض الروايات فصلى فيه صلاة، كان كأجر عمره. وقد تعمدت المسيرة من هنا من هذه الحارات القديمة وتحديدا من هذا الحي الجميل حي الخاتم، ويعتبر هذا الحي هو أقرب الأحياء لمسجد قباء، وسمي بهذا الاسم طبعا نسبة لبئر الخاتم النبوية، وكلنا نعرف قصة الخاتم الذي سقط من يد الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه إبان خلافته على المسلمين، ويقال أنه سقط من يد عامله معبد الدوسي رضي الله عنه. على كل حال، قصة هذه البئر طبعا هي من الآبار الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتردد عليها مرارا وتكرارا، وكانت تعرف قديما قبل الإسلام أو قبل الهجرة ببئر أريس، يقال نسبة لأريس اليهودي صاحب البئر، بعد ذلك أصبحت للمسلمين فنسبت للنبي عليه الصلاة والسلام، عرفت ببئر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أيضا ذكرت بألفاظ كثيرة بالتسمية الأولى بئر أريس. ومن أشهر الأحاديث الواردة في ذلك حديث ورد ذكره في صحيح البخاري وغيره، حديث الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما توضأ وقال: لأكونن بوابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم هذا، فذهب باحثا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجده في قباء فدل عليه، فذكروا له أنه ذهب باتجاه بئر أريس. فلما ذهب أبو موسى الأشعري ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة البئر، قال له أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، سأكون بوابا. طبعا أنا أروي الحديث بما معناه. قال له عليه الصلاة والسلام: سأكون بوابا عندك، يعني لا يدخل عليك أحد إلا بعد أن تأذن له أنت. فكان أبو موسى الأشعري واقفا عند النبي عليه الصلاة والسلام عند البئر، ولا يدخل عليه أحد إلا بعد أن يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأراد الدخول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له، أوقفه أبو موسى الأشعري وقال له: انتظر حتى أستأذن من رسول الله. فدخل أبو موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الباب، فقال له عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق، وجاء يريد الدخول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا تكرر نفس الموقف. دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: انتظر حتى أستأذن من رسول الله. فذهب أبو موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له نفس الأمر الأول. جاء عمر بن الخطاب فقال له عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر بن الخطاب، كان أبو بكر قد جلس على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخل عمر جلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام على قف البئر، على قف بئر أريس.
فلما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد الدخول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تكرر نفس الموقف، فذهب دخل أبو موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أن عثمان بن عفان عند الباب، فقال له عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وكان هذا إيذانا بوقوع الفتن في عهد عثمان بن عفان، وهذا ما حصل، فظهرت الفتن في عهده بعد سقوط الخاتم من يده، حتى أدى ذلك إلى مقتله رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه مئذنة مسجد قباء تلوح في الأفق، ونحن أحببنا أن نسير بكم من هذه الطرقات الجميلة التي فيها من عبق النبوة ما فيها، وفيها من عبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسير في هذه الأنحاء ونحن في ديار بني واقف، نحن الآن في ديار بني واقف، والآن سيظهر مسجد قباء أمامنا مباشرة. وكما ذكرنا احرصوا يا أهل المدينة الطيبين المباركين على إدراك هذه السنن، مثل سنة الصلاة في مسجد قباء كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأدعوا لإخوانكم ممن يشتاقون وممن يتمنون الوصول إلى هذه المدينة الطيبة، ها هو مسجد قباء أمامنا مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يرزق جميع من يرانا وجميع من يشاركنا في هذه اللحظات زيارة هذه البقاع الطيبة المباركة قريبا عاجلا، وأن يزول هذا الوباء عن بلاد المسلمين عامة وعن بلادنا خاصة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح، وأترككم مع هذه اللحظات وهذه الدقائق اليسيرة من هنا، من هذه الأرض الطيبة المباركة، من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ودائما أقول نحن مغبوطون في هذه النعمة التي نحن فيها، فنحن الآن بالقرب منا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك مسجد قباء، فنحن في نعمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، بل كثير منا مقصر بالوصول إلى هذه المناطق، ويعني عنده ما أدري كيف أقولها، يعني عنده من الخير ما ليس عند غيره، ومع ذلك يعني هو بخيل على نفسه بالقدوم إلى مثل هذه الأماكن وإدراك الفضائل في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف في هذا المقطع إلى هنا، نصل إلى نهاية مقطعنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم في تغطيات أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.